يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة عدن العقيد عبد السلام اليزيدي الخبير في الشؤون الأمنية. مرحبا بك سيادة العقيد، مساء الخير. مساء النور، أهلا فكان، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. سنبدأ معك من آخر ما تحدث عنه التقرير، ما مدى نجاح هذه الحملة الأمنية؟ الحملة الأمنية بإذن الله أنها تنجح إذا كان في جدية إذا الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وفي تعاون كمان من المواطنين ومن الجميع. يعني هو درجة أساسية أولا عشان تنجح الحملة الأمنية، يجب على الجميع أنه يعترف بأن الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية والعسكرية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح واستخدامه حسب القوانين. جميل. أيضا في نقطة مهمة، أنه يجب التفريق بين رجال الأمن الذي يقع على عاتقهم حماية الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة وحفظ الأمن، وبين رجال الجيش والقوات المسلحة بمختلف صنوفها. إذا استطعنا أن نفرق بين الطرفين هذه ممكن تتضح الرؤية أكثر ونستطيع أن نسيطر على الوضع. طيب. لأنه أحيانا قد تجي المشاكل تكون من ناس عسكريين اللي يحملون السلاح بشكل عشوائي. أنا أريد أن أتوقف معك عند هذه النقطة، ولو أين نقطة التداخل في هذا الموضوع بين الجهات الأمنية والجهات العسكرية؟ يعني تحدث بتوسع قليلا. يعني أنت تلاحظ الآن أنه كثير من الأجهزة العسكرية والوحدات والأحزمة والألوية كل أفرادها مسلحين وغير منضبطين، لا بحمل السلاح ولا بارتداء الزي العسكري ولا باستخدام الآليات العسكرية بشكل فوضوي بدون أي ضبط بدون أي رغبة. هذا هو التداخل. يعني حتى أجهزة الأمن اللي هي الأمن العام الشرطة ما لهاش أي دور كبير نتيجة الهيمنة من قبل المؤسسات العسكرية الأخرى، فصار دور أجهزة الشرطة ضعيف جدا، ولهذا السبب بتكون في مشاكل بيعاني منها الأخ العميد طاهر الشعيبي وأفراد الأمن الذين يقوموا بتنفيذ هذه الحملات، حملات تنظيم السلاح. طيب، لكن سيادة العقيد، سيادة العقيد، يعني نحن ما نريد المشاهد يظن أنه المشكلة في الأشخاص العسكريين والأمنيين، لأنه هناك طبعا في زي ما عرف معين لدى الجهات الرسمية العسكرية والأمنية متى يستطيع المنتسب للجهات الأمنية والعسكرية حمل السلاح ومتى يمنع عليه حمل السلاح، قد ربما في نظام في إطار القوانين العسكرية، لكن ثقافة السلاح منتشرة بشكل كبير، الناس تتحدث عن أن المواطن يمتلك سلاح ويا كم قضايا وجرائم ارتكبت بالسلاح، وبالتالي ثقافة حمل السلاح في عدن وانعكاساتها المختلفة على المدينة بشكل عام. شوف، عشان نعطي الموضوع حقه يجب أن نتحدث بشكل منهجي بشكل منظم عشان نستوعب ونفهم بعضنا البعض. يعني أنا كخبير في الموضوع هذا والمواطن الذي يستمع والعسكري الذي يستمع الكل يجب أن يستوعب الكلام، لأنه عملية تنظيم حمل السلاح يجب أن تسبقها مصفوفة من الإجراءات الواجب القيام بها. لو حددنا هذه الإجراءات اللي يجب القيام بها، أولا مثلا موضوع توحيد الزي العسكري لجميع الوحدات العسكرية. أنت الآن ما تعرفش هذا العسكري تبع إيش، من وحدة ولا تبع إيش، من جهة ولا تبع إيش، من دولة، هو تبع دولتنا ولا تبع دولة أخرى. فالنقطة الأولى هي توحيد الزي العسكري لجميع الوحدات العسكرية، هذا نقطة مهمة جدا. الشيء الآخر تجريم ارتداء الزي العسكري لغير العسكريين، لانه مش من قال بس زي العسكري، هذه فوضى، ما حتى تعرف من هو اللي ما يحمل السلاح بشكل نظامي ومن هو اللي مخول ومن هو اللي غير مخول. فتجريم ارتداء زي العسكري هذه نقطه مهمه جدا. نقطه ثالثه، ضبط وترقيم السيارات العسكريه وتقنين تحركاتها بمهام عسكريه وتكليفات رسميه. مش من نجاه شل الطاقم العسكري وتحرك به وراح يخزن به وراح يمس السواحل وراح يبتز الناس وراح يبتز اصحاب الاراضي، العمليه فوضويه. لهذا ترقيم السيارات العسكرية وضبطها وتقنين تحركاتها بمهام عسكرية وبتكليفات رسمية. الشيء الآخر، تنظيم وتفعيل وحدات الشرطة العسكرية. ليش الشرطة العسكرية؟ الشرطة العسكرية هي مهمتها مكافحة الفوضى من قبل بعض الأفراد، أفراد الوحدات العسكرية وآلياتهم وتحركاتهم العشوائية. أيضا على تنظيم عملية تحرك السيارات المدنية الغير مرقمة وضبطها، الشغلة يجب أن تكون متكاملة. أيضا من الجانب الدولة، ينبغي على الدولة حماية المواطن من أي أخطاء أخطار أو اعتداءات
وليس لها أن تتنصل من هذه المسؤولية. هذه مسؤولية الدولة مش المواطن، يعني في تعرض للظلم ولا للانتهاكات وما حدش من أجهزة الدولة أو مؤسسة الدولة أو أقسام الشرطة يسرع أو يجري لإنقاذ الناس. يعني حتى في الدول الأخرى يعني مجرد ما يرفع التلفون يقول النقدة، يطلب نقدة تجي له خلال ثواني أو دقائق المؤسسات أو أجهزة البحث والتحري تقبل الإنسان. عندنا المواطن يظلم ظلام وتنتهك حقوقه والأجهزة الأمنية ما تتحرك صراحة ولا تقوم. فالدولة يجب أن لا تتنصل بأي شكل من الأشكال من مسؤوليتها. طيب. كما ينبقي على الدولة الحد من سطوة الجماعات المسلحة بمختلف تسمياتها ومحاسبة الباسطين على حقوق الناس واسترداد الحقوق. هذه كلها قضايا مترابطة يجب على الدولة أن تقوم فيها. طيب طيب سيادة العقيد إذا سمحتي ممكن أواصل بعض النقاط البسيطة أيضا على الدولة حماية المواطن من أخطاء الأجهزة الأمنية نفسها. الأجهزة الأمنية أحيانا ترتكب أخطاء لأن كثير من الحالات تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداء على أمن المواطنين من الأجهزة الأمنية نفسها. يجب على الدولة أن تضبط هذه العملية وتنظم طيب. الوحدات هذه تجاوزات ربما يعني تجاوزات هذه في بيحدد، لكن احنا الان شوف الحين الان عندما يقوم رجل الامن بتنفيذ مهمه يمكن بينفذها بشكل غلط، لكن السلاح اللي معه هو سلاح طيب مسموح انه يشيله. انا اتكلم معك حول اللي يشيل سلاح وهو غير مرخص. انا اتكلم معك يا استاذ حسين، ايش اللي يخلي المواطن انه يلجا الى حمل السلاح؟ لانه ما في من يحميه وينصفه. ما زمن يحيي أحياناً زي قضية البنت العلقية هذه اللي في واحد متنفذ شايل الفلة حقها. بقرب لك الصورة. طيب شوف وما مؤسسات الأمن مش قادرة تسوي لها أي شيء. طيب هذا إحنا أنا قد ناقش هذه النقطة على بالي وأريد أتحدث فيها ويكفي إن إحنا أشرنا عليها. أنا أريد أسألك حول تصوراتك لأنه سيادة العقيد تصوراتك حول تطبيق الإجراءات. نحن الآن في ظل هذا الوضع ما عندنا ذيك الأجهزة الأمنية القوية والقدرات. عندما نتحدث حول مصادرة الأسلحة أو مصادرة السيارات، لو أجينا بنمسك السيارات اللي تحمل أسلحة يبي لنا يعني حوش زي محافظة عدن نجمع فيه السيارات اللي تحمل أسلحة. لذلك ما هي الإجراءات المتوقعة الناجحة؟ والله شوف كالحد الأدنى، الحد الأدنى الذي نتوقعه أنه أولا يجب أن ترافق الحملة هذه حملة إعلامية قوية جدا وتوعوية لنصح الناس، لأنه السلاح ما اعتناش منه انتشاره بين افراد المجتمع، ما اعتناش منه غير المصائب والجرائم والقتل وتعطيل للتنميه، تعطيل للاستثمار، تعطيل حتى المواطن اللي معه مشروع صغير مش قادر ينفذه لان البلاطجه والمسلحين منتشرين في كل مكان يبتزوا المواطنين وياخذوا الاتاوات عليهم. عمليه التنظيم هذه يجب ان ترافقها حمل اعلامي. تتحمل اداره الامن في عدن والجهات المسؤوله في عدن اي اهانه لاي مواطن او اي ابتزاز لاي مواطن موجود داخل عدن؟ التوعية الأمنية، التوعية الإعلامية اللي بترافق الإجراءات على الدولة والجهات المسؤولة في عدن، حنتكلم على عدن الآن لأنها عاصمة والسلاح منتشر فيها بشكل غير عادي، إنها تعمل على صرف تراخيص. طيب هم بيصرفوا تراخيص، بيصرفوا تراخيص. طيب السؤال الأخير لك سيادة العقيد، اسمعني خلينا أعطيك تفاصيل الصرف يا غسام. شو صرف عشوائي؟ الصرف لجهات معينة لأفراد معينين طبيعة عملهم تتطلب إنه يكون مسلح. صرف التراخيص. ولكن يجب أن لا يصرف، يجب أن لا يصرف السلاح بشكل عشوائي. يصرف السلاح بشكل دقيق وبضوابط شديدة ومشددة. مزبوط. على الأشخاص اللي يصرف لهم، وفي حالة إنه خالف هذه الضوابط يجب أن يحاسب وتكون العقوبات مشددة عليه. مزبوط. وعملية الصرف يجب أن تكون قانونية وفنية. كيف قانونية وفنية الغسان؟ يعني أنا كجهة مسؤولة في هذا لما أصرف سلاح لشخص. يجب أن أصرف السلاح لهذا الشخص بعد أن أفحص القطعة التي أرخصها. يجب أن يكون السلاح المرخص مش بشكل عام، ترخيص السلاح مش ترخيص عام لأي سلاح يحمله. يجب أن الدولة تعطي ترخيص لسلاح محدد. هذا السلاح يجب أن يعرض على جهات أمنية كالمختبر الجنائي ويقوم بفحص قطعة السلاح ويسجلها في الوثائق. بعد الفحص والترخيص والتسجيل يسجل نوع السلاح ومواصفاته والبصمة الجنائية لكل قطعة مرخصة وتوثيقها. فيجب أن لا يكون التصريح عام مفتوح، بل يجب تحديد القطعة المصرح عليها وليس أي قطعة أخرى. أي لأن الحين الآن يعطوه هكذا، يصرح لفلان بقطعة سلاح وقعبة، يعطوه هكذا بشكل عشوائي، وهذه بتسبب مصائب لما ترتكب جرائم قاتل. أحيانا ما تعرف أنت إذا كان السلاح مسجل وبصمته الجنائية مسجلة موثقة، تستطيع أنت إذا حصلت مقذوفات في موقع الجريمة وفحصت تعرف أنه السلاح مسجل موثق عندك، تعرف يتبع من.
اما طيب. الصرب بشكل عشوائي يشل لك اي قطعه سلاح اخذ معك تصريح عام نعم. هذا كلام فاضي، يجب ان يصرف سلاح بشكل مقنن. شكرا لك، شكرا لك سيادة العقيد عبد السلام اليزيدي الخبير في الشؤون الأمنية، كنت معنا من العاصمة عدن.